السيد نائب المحترم وزارة العدل والحريات، وأعتقد جازما هذا هو حال كافة الوزارات. الجميع يحرص على تقديم الخدمات الضرورية لهذه الفئة، فئة المهاجرين المغاربة. طبعا عندنا خلية مركزية، عندنا خلايا محلية، تعتني هذه الخلايا العناية الكاملة والتامة بمواطنينا في الخارج. جميع ما هو إجرائي، جميع ما هو مصداري يتم التساهل فيه من أجل أن نكون عند حسن ظنهم. لكن المشكل هو الخدمات ذات الطبيعة النزاعية التي يتعلق بها حق الغير، والتي تتطلب إعمال مبادئ المساواة والحضورية والتوجهية وغيرها مما لا يمكن معه تمييز المواطنين القاتل من الخارج تمييزا يخل بهذه المبادئ. ومع ذلك فإن المحاكم تبذل الجهود الممكنة واللازمة لتكون عند حسن ظن المواطنين بكافة فئاتهم. شكرا. أؤكد أن هذه الخلايا تشتغل في الصيف وطيلة الوقت. شكرا.